فعلا الفترة اللي هو انا مش عارف اعمل ايه، يعني انت متربي 28 سنة على حاجة، بعد كده فجأة قررت انت مش دي الحاجة اللي انت عايزها. انا وقعت قوي، انا شفت ايام صعبه، انا ما كانش معايا قرش في جيبي وعليا مجموعه من الناس مسؤولين مني وكذا وكذا وكذا، وعرفت اقوم منها. بالظبط، ده هيخليني اعرف ان انا ما اخافش اخد قرارات بعد كده، او ما اخافش ان انا اقع تاني. انت لو عندك 12 شهر 360 يوم، انت عندك 350 يوم ايام صعب، وعندك 10 ايام هما ال 10 ايام اللي ان بيبقى فيها ريكوجنيشن، لو حد يقول لك برافو. وازاي تقدر توصل الشركه بتاعتك لمرحله من النجاح وتبني تيم حواليك، وازاي تعرف تتعامل مع كل التحديات في المرحله دي. ومعانا النهارده محمود الزمر. ازيك عامل ايه؟ مبارك ايه محمود يا جماعه، السي او والفاوندر لشركه ايلا المتخصصه في مجال السبلاي تشين واللوجيستكس، صحيح؟